العديد والعديد من النجوم والأساطير الذين كتبوا تاريخ الكرة المصرية داخل الملعب بمهاراتهم وإمكانياتهم وسرعاتهم، ودائما ما يكون هناك آيات خفية وراء اكتشاف عدد كبير من هذه الأساطير. فتحي نصير نجم الأهلي السابق، الرجل الذي حرمته الإصابة اللعينة من أن يكون أسطورة كلاعب، فقرر أن يكون أسطورة في اكتشاف المواهب. بدأ نصير مسيرته في صفوف أشبال النادي الأهلي ثم إلى فرق الناشئين، لكن لم ترحم الإصابة ابن 19 عاما آنذاك، فتعرض لقطع في غضروف الركبة عام 1967، وهي إصابة خطيرة للغاية وقتها، فعلاجها يحتاج إلى عام أو أكثر، وربما تتجدد في فترة قصيرة لتأخر الطب حينها. هنا كانت النقطة الفاصلة في حياة نصير، وبعد استشارة عدة أطباء لم يجد عبد صالح الوحش المدير الفني للفريق الأول للشياطين الحمر نفسه إلا وهو ينصح نصير بالاعتزال والاتجاه إلى مجال التدريب، وهو في مستهل حياته كلاعب يشق طريقه على المستطيل الأخضر. نجاحات كبيرة لم يكن يعلمها فتحي نصير ولم يتوقع حدوثها بعد قرار اعتزاله، حيث بدأ مسيرته في مجال التدريب مدرباً لناشئي الأهلي تحت قيادة مصطفى حسين أبو الأشبال، وهو في عمر 21 أصبح مدرباً لفريق الشباب ليكون أصغر مدرب في تاريخ الكرة المصرية. تمتع فتحي نصير بعين صائبة جعلته ينتقل العديد من المواهب الفذة في تاريخ الكرة المصرية، أمثال الكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس وفاروق جعفر ومحمود الخواجة وثابت البطل وعبد العزيز عبد الشافي وإكرام الوحش وغيرهم. كان صاحب أكبر فوز في مباريات قمة الشباب بين الأهلي والزمالك، حيث قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بنتيجة 7-1 في لقاء تعرف به الجمهور على الأسطورة الخطيب، وأيضاً هو المدرب المصري الوحيد الذي تولى القيادة الفنية للأهلي ومنتخب مصر في وقت واحد، بالإضافة إلى عمله كمستشار فني للاتحاد المصري لكرة القدم قبل سنوات، وكخبير فني بالاتحاد العماني لكرة القدم قبل أن يوجه له الأخير الشكر في مايو 2018. فتحي نصير، مرحبا بك على شاشة قناة الأهلي. راعي النجوم ومكتشف المواهب، أصغر مدرب في تاريخ كرة القدم المصرية، مدير فني النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن فتحي نصير هو ضيفنا في السادسة مساء. أهلا بيك يا كابتن فتحي. أهلا ميد، وسعيد جدا أن أنا ألتقي بك إن شاء الله بإذن الله في قناة الأهلي، ونقدر نقول حاجة كويسة إن شاء الله. شرف كبير أن حضرتك تكون موجود معنا، حضرتك اسم كبير جدا في مختلف المجالات والمناصب اللي حضرتك توليت فيها المسؤولية، كنت بالتأكيد صاحب بصمة وبصمة مهم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيها. انا بس قبل ما ادخل في الكلام عايز اطمن واطمن الناس على حضرتك وعلى حالتك الصحيه. انا عارف انه كان في وعكه كده من فتره قريبه، يهمنا نطمن عليك ونطمن الناس معانا. لا، دي كانت بعد شهر رمضان. والحمد لله الامور عدت وبقينا تمام الحمد لله والصحه، وبندعو الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذه الصحه يا رب. يديم عليك الصحه. خليني ابتدي الحقيقه من امبارح، وامبارح يمكن يمكن يكون ملخص ل فترة ما بعد الكورونا. يعني أنا إحنا بنشوف أنه طبعا الأهلي في بطولة الدوري ختم السيزن أو نص السيزن الأولاني ولا أروع، أعتقد أنه كان من ناحية الأرقام ومن ناحية الأداء والمستوى في أعلى كيرف أو في أعلى منحنى. امبارح شفنا ماتش الاتحاد، بداية عايز أعرف انطباعات أولية من حضرتك على مستوى المباراة بعيدا حتى عن النتيجة وفكرة المنافسة على البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النادي الأهلي مش هنتكلم بقى كأداء أو التزام لاعبين بأسلوب خططي معين أو بأفكار المدربين، أنا عايز أضمها إن في هذه الفترة بسميها الفوضى الكروية. إيه هي الفوضى الكروية؟ الفوضى الكروية إن كل واحد مش عارف يقوم بشغله. بمعنى إيه؟ أنا كمدرب، إحنا النادي الأهلي جايب مدرب. المدرب ده بيدفع له آلاف عشان ينقل خبراته
وينقل امكانياته للاعبين وينعكس ده على ادائهم في الملعب. مظبوط. طيب كره القدم علمتنا ان في مباريات ويسبق المباريات تدريبات، وبين المباراه والمباراه لابد ان يكون هناك وقت، مش وقت الاسترخاء او وقت استعاده الشفاء او اللياقه او الحاجات دي كلها، مش هي دي. هو الغرض منها ان المدرب لو فرضنا المباراه يوم جمعه، يبقى بتيجي يوم السبت نعمل الاستشفاء واللعيبه ريكفر لهم ويرجعوا الكلام ده. تمام. نيجي يوم الاحد نصلح اخطاء المباراه السابقه. تمام. اللي هي كانت يوم الجمعه. اوكي. وبعدين نيجي يوم الاثنين نحضر اللعيبه للمباراه القادمه. مظبوط. نحفظهم هنعمل ايه. تمام. ثم يوم الثلاث بنعمل لهم مباراه تجريبيه لما يدور في الاسبوع القادم. والاربع ننزل الكيرف ونلعب المباراه. إذن الأيام اللي احنا هناخدها دي هي مش أيام فانتازية كده جايين عشان الناس تتفسح بيها. يبقى أول نقطة فكرة العامل الزمني أو الفارق الزمني ما بين مباراة والتانية، المفروض إنها يبقى ليها فورمات معينة. لازم كده. آه. احنا بره اللعبة، بره هذا الموضوع. أما النادي الأهلي لعب يوم الجمعة والنهارده لعب يوم الاثنين، بقى عنده السبت والحد. طب يوم السبت المفروض المدرب هيعمل إيه؟ هيعمل استرخاء وهيعمل استعاده الشفاء ويجهز اللعيبه. طبعا. طيب. احنا بس كابتن فتحي احنا ما عندناش بديل، يعني احنا المسابقه طبعا العالم كله مر بفتره صعبه جدا، سيزن استثنائي مضغوط لاقصى درجه عشان نقفل السيزن ونعرف نفكر في السيزن الجديد، فده امر واقع. لكن هل ده مبرر من وجهه نظر حضرتك لحاله عدم الاستقرار في المستوى؟ ما هو اصل ده مش النادي الاهلي بس. آه. ده كل الانديه طبعا مصر. طبعا مفهوم. انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي. أيوة. يعني احنا هنا في قناه الاهلي. آه. لكن لا نتكلم على النادي الاهلي فقط، بنتكلم على الكره المصريه. طب افكر مع حضرتك بوجهه نظر الجهاز الفني شويه. يعني انا عندي ماتشين او عندي ثلاث ماتشات ان شاء الله باذن الله يبقوا ثلاثه، عندي ثلاث ماتشات مهمين جدا في افريقيا. اتعامل ازاي من وجهه نظرك مع الجزئيه دي؟ يعني ابتدي كل مباراه بتشكيل، اعتمد ادخل الشباب، انا حاسم بطوله الدوري، فرق النقط كبير جدا، واعتقد ان الماتش الجاي الاهلي يحسم البطوله ان شاء الله. اعمل تدوير في اللعيبه، طب اجهز ازاي الفريق بتاعي لماتشات افريقيا؟ اجرب ازاي تشكيل معين وطريقه لعب معينه؟ اتعامل مع الدايلاما دي ازاي من وجهه نظرك؟ هو يعني عشان يعني نتكلم او يعني نكمل هذه القصه. فاذا الثلاث ايام يعني ملعب جمعه يا ابو حميد، العب جمعه والعب يوم الاثنين، يبقى انا عندي سبت وحد. ايوه. سبت وحد اعمل فيهم ايه؟ استرخاء، وبعدين يوم الحد هجهز اللعيبه اليوم الاثنين، ما اقدرش اديهم اي حمل. أيوة. ولا اقدر اصلح اخطاء ولا اقدر اديهم ناحيه خططيه. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله اسلوب الخطط اللي نجربه، تجربوا امتى؟ تحفظوا امتى؟ ما هو لازم اللعيبه تحفظه. أيوة. نظريا الاول بيشوفوه، ثم عمليا في الملعب على مجموعات، ثم نربط المجموعات دي كلها ببعضها بحيث يبقى الفكره كلها واضحه. في طريقه لعب، جوه الطريقه في حاجه اسمها الخطه. يبقى الخطه هي جزء من الطريقه. الطريقه مثلا 4 3 3 4 2 3 1 4 4 2. طب دي طريقه. واجبات اللعيبه جوه الطريقه هي دي الخطه اللي هعملها. أيوة. ده عايزه وقت. امتى ان انا اعملها؟ حتى لو هجرب في الايام دي، امتى ان انا اعملها؟ مفيش وقت. طب لو حسم الاهلي بطوله الدوري في ماتش المقصه، تمام، ايه السيناريو الافضل من وجهه نظر حضرتك لاستكمال بطوله الدوري لحين ما نوصل بقى لمواجهه الرجاء؟ هي بترجع اولا الوداد، انا اسف، بترجع اولا ان هو بينتقي مجموعه لعيبه او العناصر الرئيسيه لفرقته، بيبدا فيها بشكل العمود الفقري، حارس المرمى مين؟ الشناوي، خلاص اوكي. مين السردباكين؟ مين وسط مدافع؟ مين وسط مهاجم؟ مين راس الحربه؟ ده بيتاكد ان ده موجود عنده فبيخليهم، وبعدين مين الظاهرين؟ يبقى شكل الفرقه عام، ويبدا يجرب بقيه اللعيبه اللي عنده في المباريات القادمه عشان مين اللي ممكن يضمهم للفرقه، بحيث يبقى عنده 14 15 لعيب مش 25 لعيب. لكن هو محتاج ال 25 لعيب دلوقتي، لان شفنا الاصابات قد ايه، وشفنا المرض ايه، والكورونا بتاخد لنا اثنين لعيبه ولا بتاخد لعيب، قصة حتى ما صارت المدربين. يعني عندنا في النادي الاهلي في سيزر مصاب. اذا هذه القصة خطوط وداخلة ببعضها ومتشابكة، لكن اقدر اقول ان البطولة، ناس بتقول تكملة الدوري مش هيخدمنا في افريقيا. هو
يخدم وما يخدمش. يخدم في افريقيا ان اللعيبه تكون جاهزه لياقه المباريات وكده، ايوه، بس مش خدمنا لان الضغط الكتير عمل لنا اصابات كتير، عمل نتيجه عكسيه، عمل عكسيه واصابات. ما حدش يقدر، انت ما تقدرش يعني تختار ده ولا ده ولا احنا عندنا لعيب بيرجع من الاصابه لعيب تاني بيتصاب والتاني بيبقى كله اصابه يعني. ما هي الاصابات دي كلها ليه بقى؟ لضغط المباريات. لان اللعيب مش ممكن يقدر يكمل يلعب مباراه يوم الجمعه ويجي يرجع تاني يوم الاثنين يلعب مباراه. الفترة اللي هي 48 ساعة اليومين اللي هم موجودين مفيش. عشان كده حتى لو نلاحظ في بطولات كأس العالم، أيوة، مفيش 48 ساعة، في 72 ساعة، يعني على الأقل 3 أيام. طب ممكن تترجم لي الكلام حضرتك بتقوله ده على ماتش الاتحاد؟ أنت شفت يعني قراءتك الفنية امبارح لما تابعت لعيبة الأهلي أو تيم الأهلي بيلعب في برج العرب قدام اسكندرية، كنت شايف الـ 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 من الناحيه الفنيه والتكتيكيه والبدنيه النادي الاهلي عندنا، احنا عندنا مشكله اللعيبه يعني مش قادره تنفذ فكر المدرب، ومش قادره تنفذ مش لانهم وحشين، لانهم مجهدين، لانهم اللعيب اللي هو بيبقى مجهد بيبقى خارج الفورمه. مش معنى كده لياقته قلت، لكن لياقته فقدت. ما الاجهاد ده كابتن فتحي بينطبق علينا وبينطبق على الاتحاد كمان. ما هو بس الاتحاد بيلعب اهلي مره واحده، بس انت بتلعب كل الفرق على انهم بطولات، نقطة مهمة برضو. يعني الاتحاد تعالى حط له النادي الاهلي، اي فرقة ضد النادي الاهلي هو ده ماتش الموسم بتاعه. ايوه يعني خلاص، يعني هو ده اللي كم المشاهدة له قد ايه، كم التركيز للاعب عشان يرفع سعره، لان في عصر الاحتراف اللعيبة دلوقتي ساعات بتفكر بفكر تاني. اللعيبة بتفكر دلوقتي امتى العب وازود سعري واكسر الدنيا لما يكون ناس كتير بتشوفني. ايوه طب الناس كتير بتشوفني فين؟ من خلال التلفزيون. ما فيش جمهور في المدرجات، لكن من خلال التلفزيون في كتير. ايوه وبالتالي لابد ان انت هتلعب الاتحاد، هتلعب المقص، هتلاقي كلهم بيوصلوا عندهم في الدافع الداخلي لكل اللعيبه اوتوماتيك هو بيزيد من غير المدرب ما يقول له. يعني المدرب بيقول له المفروض بعد ما تقطع الكوره بترجع بتمسك بكده، هم مش عايزين مدرب يقول لهم، لان هم لنفسهم بيعملوا. كل لاعب عايز يزود سعره، بالاضافه انه عايز يكسب ناديه، فعنده هدفين. احنا كنادي اهلي، هو النادي الاهلي هيلعب، حظه ان هو النادي الاهلي نادي بطولات، فلازم كل فرقه بتلعب نادي البطولات ده لازم بتلعب بحماس جامد وبتلعب بتكتل وبتلعب كده. فما اقدرش اقول ان طيب الفرقتين طيب زي أنا بعض. هاخد حضرتك برضو تفسر لي حاجه احنا ملاحظينها في تيم الاهلي من في الفتره الاخيره، اخر 3 4 ماتشات، او خليني اقول من ساعه ما النشاط الرياضي تم استئنافه. في اوقات كتيره جدا بنحس ان، ويمكن ده بيحصل حتى جوه المباراه الواحده، يعني نشوف الاهلي في اعلى مستوى ليه ونشوف الاهلي مستواه منخفض جدا. نشوفه بيلعب مثلا 10 دقائق في ماتش الحرس ولا اروع، يعني ولا اروع، كوره شامله وهجوم كاسح وانتشار في الملعب واستلام وتسلم وكل حاجه، دفاع وهجوم. عاده بيحصل في الشوط الثاني اكتر. بيحصل، وغالبا بيحصل في الشوط الثاني، بيحصل في الشوط الثاني. اسماعيلي شوط اول ما كانش على المستوى، شوط ثاني ولا اروع برضو 45 دقيقه. لان هنا بنرجع للروح الفنيه الحمراء. روح الفنيه الحمراء بتلعب الشوط الاول، اللعيبه مش قادره تتحرك، مش قادره تنفذ فكر المدرب، سواء في التحرك او في التمرير او في التسديد او في كل الحاجات دي ما بتقدرش. اول ما بتيجي الشوط الثاني وبيحسوا المباراه هتنتهي وهم عايزين يحققوا الهدف بتاعهم. ايوه كنادي اهلي يبقى هنا الروح بتتعمل، الفايت سبيريت او الروح القتاليه عند اللعيبه بترجع تاني. ترجع امتى؟ زي ما بقول او احنا شفناها في الشوط التاني او في النص التاني من الشوط التاني، تلاقي شكل تاني للفرقه. كل واحد في القوه الذاتيه الدافعيه للعيبه، يعني ايه، كل واحد من جواه بيحس ان انا مع النادي الاهلي لازم اخلص البطوله، بس بيفكر فيها متاخر. بالاضافه لكام لعيب بيكونوا نزلوا، 3 4 لعيبه تغييرات حالته. طبعا التغييرات دي بتدي دم جديد، بتدي فكر جديد، وبتدي اداء كتير، واللعيبه اللي قدامك بيكونوا استنفذوا برضو نفس الحكايه. أيوه. يعني اللياقه بتاعتهم او الكره بتاعتهم بتكون استنفذت، فانت بتعلى. طيب انا عايز من حضرتك بخبرتك الطويله جدا في الملاعب وفي صناعه وتقديم النجوم، عايزك تقول لي روشيتا، بس قبل ما نتكلم في تفاصيلها، روشيتا الافريقي
قبل ما نتكلم في تفاصيلها خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن فتحي نصير، والكلام هيكون بقى على روشته ووصفه الوصفه السحريه زي ما بيقولوا لفوزه الاهلي وتتويجه بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله بعد الفاصل. الأهم بالنسبة لكل الأهلوية هو مشوار أفريقيا، والحاجات اللي ممكن تحسس جماهير الكرة بالقلق برضو ارتباطها بمواجهة الوداد، مش بحسم البطولة ومش بفقدان نقطتين زي ما حصل امبارح مع الاتحاد. قبل الفاصل كنت بتكلم مع كابتن فتحي نصير على روشتة اللي من وجهة نظره يقدر الأهلي بيها يكمل مشوار افريقيا، يتجاوز كل العقبات اللي منها زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل جزء منها مرتبط بتوالي المباريات، حاله الاجهاد، الاصابات اللي موجوده بشكل كبير وبقت يعني جزء من روتين التيم بتاع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ربنا يشفي الجميع طبعا يا رب. اهلا بيك كابتن فتحي مره ثانيه. يمكن بنتكلم تقريبا عن شهر بالتمام والكمال وندخل في مواجهه الوداد، مع كل الكلام اللي قلناه في المقدمه ايه السيناريو الامثل حضرتك شايف انه الاهلي عليه انه يشتغل عليه الفتره اللي جايه كإدارة فنية وكلاعيبة عشان يحضروا بشكل محترم ويبقوا جاهزين لمواجهة الوداد في قبل نهائي أفريقيا؟ نقدر نقول أول حاجة انتقاء مجموعة اللعيبة اللي هنخوض بيهم المباريات، واللي هو مش مصاب نحاول إن هو يكون في الفترة اللي جاية نعالجه. أيوة. نجهزه نقدر نعمل منه يعني احنا اللي هيلحق غالبا يدخل في القايمه الشحات. بيعمل تاهيل دلوقتي، هو ده عايز اعداد محمد محمود، لازم اعداد في مباريات. لازم يبقى المباريات اللي هي باقيه لنا 7 مباريات او 6 مباريات تستغل في اعداد هؤلاء اللاعبين. الحاجه الثانيه يبقى انا بخليهم لفورمه المباريات، لعيبه في فورمه المباريات. الحاجه الثانيه الاعداد النفسي، لازم اعد اللعيبه دي اعداد نفسي واعمل لهم عزل عن البطوله السابقه، على بطوله الدوري، عن كل ما دار، واقدر اجهزهم اعداد نفسي صح. يبقى اعداد بدني واعداد نفسي، اعداد بدني واعداد نفسي، ثم اخش على الاعداد المهاري الخططي، يعني مهارات اللعيبه. ما هو اللعيبه ما بينساش المهاره، خلاص اتعلمها، ازاي يستغلها في المباراه. يبقى ازاي دي جزء تاني، ان هو ازاي يستغل مهاراته اللي عنده داخل المباراه، الطويل ازاي يلعب بدماغه، والقصير اللي بيشوط ازاي يشوط، وكم الشوط ايه، واقدر اشوف الحاجات دي كلها. اضف على كده ان انا بعد اكتر مجموعه خبرات لقياده الفريق في المباراه خارج ملعبي، لان برضو خبرة اللاعب مهمة جدا. ممكن لاعب يأدي لك هنا كويس قوي وروح وأداء وكله، لكن الخبرة الميدانية داخل الملعب محتاجينها. فإذا برضو مجموعة لعيبة، مين اللي هو هيكون داخل الملعب عنده هذه الخبرة، يبقى برضو لازم أنتقيهم إن هو كده. ثم أفكر في طريقة اللعب بتاعتي، إن أنا نمرة واحد ما أخسرش. لو اتعادلت ماشي، لكن لو اخسر لا. يبقى على الاقل يبقى في تعادل ان لم اكن اكسب. يبقى انا عندي المكسب وبصعوبه جدا ممكن التعادل. ده الفكر الاولاني للماتش الثاني، بحيث ان انا لما اجي عندي اكيد في ملعبي لازم اكون فايز ان شاء الله. مش اكيد، كله بامر الله طبعا، كله بالتوفيق. فرصي افضل يعني. في حاجه ثانيه مهمه جدا تغلف الكلام اللي انا قلته كله، التوفيق. التوفيق يا احمد في كرة القدم موجود طبعا، التوفيق في عمله احصائيات على بطولات كاس عالم، على بطولات كاس اوروبا، على الحاجات دي كلها، لقوا ان في 10% من كل مباراة التوفيق. يعني ايه؟ يعني انت تعمل كل حاجة بس ما انتش موافق للماتش ده، مش عايزة. احنا بنقول عليها مش عايزه من بلد او بتاع الكره مش عايزه، لا هي مخصمك النهارده، هي كده مش يومك. سواء التوفيق للاعب، ايوه، او التوفيق للمدرب، او التوفيق للاداري، او التوفيق للطبيب، او التوفيق لكل لاعب في مكانه بقى، كحارس مرمى، كراس حربه، كوسط ملعب، التوفيق لكل واحد. يبقى الدكتور لو موافق اللعيب المصاب ده لا هيقدر يصلحه،
المدرب لو هو موفق في اليوم ده هيقدر يفكر التفكير الصح في وضع الخطه المناسبه. في 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 فرقه او تجربه حضرتك ممكن تكلمنا عنها او اسلوب وطريقه لعب ناجحه في مدرسه يعني في كره القدم ممكن فريق كره يلعب بدون ما يكون عنده صانع العاب صريح؟ لا طب اصل شفت انت قلت ايه؟ صانع العاب. طيب انت هتلعب، ما هو اللعب ده عايز يعني واحد صنايعي يقدر يربط الخطوط. يعني احنا اتفقنا ان طريقه اللعب اللي هي بتتقال كلها 4 3 3 4 2 3 1 4 4 2 دي قلنا دي طرق لعب. الخطه واجبات اللاعبين داخل الملعب في المركز اللي انت فيه. مين اللي بيربطهم؟ صانع اللعب. ايوه يعني صانع اللعب هو اللي بيربط اليمين بالشمال وبيربط الشمال باليمين. هو اللي بيربط راس الحربه بالراجل اللي جاي في وسط الملعب. الجمهور اللي بيلعب كره كابتن فتحي بيسال مين صانع الالعاب في الاهلي؟ واذا كان صالح بعيد طب ليه قفشه مش موجود؟ واذا كان صالح بعيد طب ليه ما بنشتغلش ان احنا نرجع صالح اذا كان في التزام زي ما بيتم على الاعلام؟ دي افكار المدرب. انا ما طبعا ما قعدناش معاه. بسمع وجهه نظر حضرتك، ما انت برضه مسؤول عن في يوم من الايام كنت مسؤول عن، انت بتهالي من المدربين القليلين او يمكن تكون الوحيد اللي توليت مسؤوليه التدريب في الاهلي ومنتخب مصر في نفس التوقيت. مظبوط كان في نفس التوقيت صح؟ مظبوط. لان كان زمان مفيش فلوس، خلينا نقولها بصراحه، زمان ما كانش فيه فلوس. فطبعا المرتب كان بيتقسم ما بين اتحاد الكرة وما بين النادي على اساس ان زمان يعني بعد الحرب ما كانش فيه الفلوس اللي احنا بنشوفها دي. ولا الملايين يعني اللعيبه بتوع زمان دول، مش هقول انهم لعيبه يعني غلابه، لا هم لعيبه الملاليم. ودلوقتي لعيبه الملايين. بس ما نقدرش ننسى انهم بقوا اساطير. طيب يعني ما هو الملايين الملاليم اصبحوا اساطير. اما الملايين فهم يعني هقول ايه، لسه ما فيش حد فيهم مسمع زي النجوم السابقين. انت بالمناسبه كنت مكتشف النجوم والمواهب، يعني انت اللي قدمت كابتن خطيب، انت اللي قدمت. كان ليا الشرف ان انا قدمت. يا ريت تجيبوا لنا صوره كابتن فتحي مع كابتن بيبو. انت اللي اكتشفت كابتن مصطفى عبده مجري. مصطفى انت اللي اكتشفت كابتن اكرامي، صح؟ الاسماء دي كلها كل دول وكان احمد عبد الباقي وفتحي مبروك العين دي احنا مفتقدينها دلوقتي يا كابتن فتحي. لا هي مفيش دلوقتي، مفيش مفي، بس في مواهب الاكيد انه في مواهب. ما اكيد ما هي مش هتنضب، المواهب موجوده. يعني مثلا ايه، ام كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، برضه حتى في الموسيقى مفيش اللي هو الودن اللي هي بتنقي. دي صوره كابتن فتحي نصير وكابتن خطيب، ده استاد القاهره. دي انا عايز يعني نعبر فيها ده. بيبو قاعد يعني في الارض وكنت انا واقف وبنعمل تدريبات، كل حاجه هو كان يحبها بالكوره. ما يحبش يجري بدون كوره. فحتى هنا بقى نعمل له تدريبات بط بس بيستغل الكوره على اساس ان هو بيلعب فيها. الحاجه الملاحظه، سيب بيبو وسيب فتحي، خلينا نشوف المدرجات. المدرجات دي فاضيه ما فيهاش بني ادم، ده استاد القاهره بالمناسبه. استاد القاهره ما فيهوش بني ادم وما فيهوش عامل وما فيهوش اي ولا شرطه ولا امن ولا اي حد خالص. كان ايه اللي بيحصل هنا؟ حب كره القدم. كنا نصلي الفجر، ده في منتخب مصر. كنا نصلي الفجر وبعد ما نصلي انزل انا وهو عاوز حاجات معينه، فدي حتى بدايه الشروق يعني واحنا نازلين ملعب ما فيهوش بني ادم خالص. قبل ما يفطر لما نصلي الفجر وبعد ما ياخدوا دش وبتاع وكده وبعدين يفطروا، في الفترة دي احنا ننزل ناخد لنا 45 دقيقة، ناخد لنا 40 دقيقة، ممكن نص ساعة. لا بدليل تدريب منفرد لوحده. هو عايز يزود الحتة دي، هو عايز يزيد دي، هو عايز دي. ده اللاعب اللي هو عايز يبقى لاعب غير التمرين طبعا اللي لا التمرين الجماعي ده معروف. اما ده تمرين غير الجماعي يعني غير مع الفرقة. فدي صورة معبرة بتقول يا جماعة يا حضرات المدرجات فاضيه وانتم تعلموا ما هو استاد القاهره. اسمح لي اعلق كابتن فتحي. ده الاسم اللي عايز يحقق حاجه، ده الاسم اللي في يوم من الايام بقى اسطوره. موهبه لوحدها ابدا مهما كانت يعني موهبه عبقريه لا تكفي. الطريق للي عايز ينجح عمره ما هيكون مفروش بالورود، والا كانت كل الناس نجحت. الطريق صعب وده اختيار وقرار. كابتن فتحي بيتكلم على اسم بحجم وموهبه كابتن محمود الخطيب، في وجهه نظري الشخصيه المتواضعه اعظم يعني ما رات عيني في كره القدم في مصر.
بينزل لوحده يتمرن ساعة 5 الصبح بعد الفجر عشان يزود حاجات عنده. كابتن خطيب محتاج يزود حاجات عنده. دي الإرادة وده التصميم ودي الرغبة الحقيقة كابتن فتحي. للأسف شديد كتير من لعيبة الكرة عندنا رغم ان هم بيتمتعوا بموهبة كبيرة جدا ولكن مش عايزين يتعبوا. لا هم رايحين العمل. يعني ايه العمل؟ انا رايح الصبح الموظف شغل وراجع من الشغل. رايح الشغل بيعتبرها شغل. لكن ما بيعشقوهاش. هو يعشقها وهو واقف يكلمها. هو لو لقى غطى بيبسي مرمي في الارض ياخدها ينطقه. يعني مش شرط يوطي يجيبه. هو ممكن يجيبه كده. ليه؟ لان هذه الموهبه اللي هي جواه او اللي هو فيها او اللي هو اللي عايش بدليل ما بقول لحضرتك ان ما يحبش اي تدريبات الا بالكوره. فيقول لي لابد ان وانت تقعد بقى تفكر عشان تجيب له تدريبات كتير بالكوره. هي مش بسهوله عشان انت هتحط حاجه معينه لجزء معين لجزء في العضله المعينه في حته في الراس لان معروف ضرب الكره بالراس. بمناسبه كلامنا على كابتن محمود خطيب هو حاليا طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه يمكن وبعيدا بس عن مش بس على يعني على الكوره لكن الحقيقه يمكن في اوقات كتيره جدا بيبقى في احساس انه في استهداف للكيان ده. يعني احنا رصدنا حتى هنا في الفتره الاخيره او في فتره ما بعد عوده الدوري هجوم في اوقات كتير جدا بيكون شرس وفي اوقات كتير جدا بيكون ممنهج واوقات كتير جدا بتحس وكانه بفعل فاعل. خليني اسمع تعليق حضرتك على النقطه دي بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه مع مشاهدي السادسه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه وضيفنا هو كابتن فتحي نصير. اهلا وسهلا بيك كابتن. أهلاً فتحي بيك. رجعنا بسرعه كده في الفصل لشويه ذكريات حلوه هنرجع لها بس خليني الاول اسمع راي كابتن فتحي نصير. في اوقات كتير جدا بنرصد حالات هجوم اللي بيخلينا نقول عنها انها ممنهجه لانه اللغه بتبقى واحده النص تقريبا بيبقى واحد التوقيت بيبقى واحد وده الحقيقه بيحصل في مواقف كتير جدا متكرره والحقيقه ده بيحصل في نفس التوقيت اللي الاهلي بيحقق فيه نجاحات على كل المستويات. يعني البطوله المحليه الاهلي متسيدها من بدايتها لاخرها بنتكلم على كل الارقام القياسيه المتعلقه مثلا بمسابقه الدوري العام بنتكلم على وصول قبل نهائي افريقيا بنتكلم على طفره بشكل كبير جدا في كل الفروع الخاصه بالنادي الاهلي من ناحيه التطوير والانشاءات والانجازات شوف استاد لاول مره بيحمل اسم النادي الاهلي فكان مش من المنطقي او من الطبيعي انه يبقى في حاله الهجوم دي الحقيقه انا كنت بقول دايما الهدف الاول والاخير ليها هو تعطيل المسيره ونجاحات النادي اللي بتتم على كل مقاييس حضرتك شفتها ازاي وشايف انه من الممكن يكون ايه الدوافع والاسباب اللي بتقف وراها انا بسميها حروب الجيل الرابع في كره القدم ايه حروب الجيل الرابع في كره القدم فرقه متقدمه ما هو ما فيش حرب هيضربوا بعض او هيتخانقوا مع بعض او هيلعبوا مع بعض لكن شايفين نجاحات لفرقة وشايفين عمل لفرقة وشايفين رئيس نادي ما بيتكلمش مدرسة الأهلي أيوه. رئيس النادي الأهلي ما بيتكلمش سواء كابتن محمود الخطيب كابتن حسن حمدي كابتن صالح سيد ما حدش بيتكلم يعني الأجيال امسك كده كابتن عبد الصالح كابتن الفريق عبد المحسن كان مرتجي طبعا دكتور إبراهيم الوكيل كل الأجيال دي كلها ما حدش بيتكلم هما بيعملوا ورئيس تشعر بيه عشان كلامه لما يكون كتير بيبقى كلامه يعني ما تحسش بقوته فدي مدرسه النادي الاهلي فدولت ما بيتكلموش طيب وفرقهم بتكسب ماشي طب ازاي انا يعني استفزهم او ازاي اخليهم يخرجوا بره يعني تفكيرهم وتركيزهم وتركيزهم انهم بيعملوا ما هو اللي هو ما بيتكلمش بيركز مخه بيشتغل في حاجة مش ممكن صاحب بالين كداب وصاحب ثلاثة منافق فالمخ اللي هو بيفكر فيه أنا بفكر هعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا أما واحد يجي يشدني هضطر أبص أنت لما أنت أقول لحضرتك اتنين بيجروا مع بعض في السباق لو واحد بيجري لو اللي قدام ده بيبص على اللي جاي من وراه هيقعد كل شوية يبص عليه التاني هيسبقه صحيح لأن ده بيعطله فهو عايز يتعطل فبيلجأوا لهذا العمل في السوشيال ميديا بالنسبه لحروب الجيل الرابع الكرويه انهم يبداوا يستغلوا سواء السوشيال ميديا او القنوات الفضائيه او التلفزيونات او الاعلام اي وسيله ان عاوزين الناس دي
تبص لهم او تستفزهم. فلو انت تستفز مش هتفكر صح. اما بتكون عصبي مش هتفكر صح. حتى انت لما تكون جاي وبتخانق بقول بس اهدى اهدى، طب اغسل وشك، طب خد كوبايه ميه، طب اقعد عشان تهدى. فطبعا هم عاوزين يحاربوك من النقطه ده، دي مش يعني مش هتلجا لها انت. ما انت لو لجأت هتبقوا انتوا الاثنين زي بعض. صحيح. فسيب اي حاجه، انا بعتبر ان دي كلها او ده حق او ضريبه ان في نادي يهوى حصول على البطولات. هي هوايته، كل واحد له هوايه. النادي الاهلي هوايته حصول على البطولات في كل المجالات، مش في كره القدم بس، في جميع الانشطه الرياضيه النادي الاهلي عايز ياخد بطوله، هنا عايز جعان بطوله. وكل يعني بمناسبه البطوله، فرص الاهلي في الفوز ببطوله افريقيا من وجهه نظرك يعني تقريبا كده كام في الميه؟ ما نقدرش نقول غير الاربع فرق يلعبوا بعض اول دور. عشان برضو نكون واقعيين. وبعدين ما نكونش عاطفيين. اما اكون عاطفي طبعا هقول لك النادي الاهلي. انا هنا في قناه الاهلي، هتقول لي مين؟ طبعا النادي الاهلي هياخد البطوله. لا، لازم اشوف ثلاث فرق. لا، انا من منتظر ان الاجابه تكون النادي الاهلي اذا ما او في حاله كذا. لا، ما انا ما اعرفش التانيين شكلهم ايه. لسه ما تقدرش تحكم على مستواهم. ما اقدرش. فرق المنافسه يعني. وبعدين انا عايز اعد نفسي اعداد صح. اعداد بدني، مهاري، خططي، نفسي، ومهم جدا الاعداد النفسي. تمام. مع اضافه اللاعبين ذو الخبره اللي عندهم امكانيات ولعبوا في بطولات سابقه، عندهم القدره على السيطره على المباراه وعلى طول المباراه، وقت تسجيل الهدف، وقت احراز، هم يحرزوا هدف، ازاي انا اتصرف، ازاي اللعيبه تتصرف، كل دي اوراق قصه بقى غير الدوري. ايوه، ده قصه ثانيه، عايزه دماغ. ففايلر ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه، زي ما قلنا في التوفيق، انه يوفقه في ايه؟ في اختيار اللعيبه. ثم في اختيار طريقه اللعب. ثم في اختيار خطه اللعب. لو ربنا وفق واللعيبه، ان ربنا وفقهم في تنفيذ اللي بيقوله هو فايلر. طب ما تقول لي كده، طبقا للاوراق المتاحه دلوقتي، انت شايف ايه طريقه اللعب الامثل اللي يلعب بيها النادي الاهلي، وايه هو التشكيل الامثل اللي يقوم بالواجبات اللي تناسب طريقه اللعب دي؟ ما هو دي يا احمد هيبقى صعبه. ده كل ال 80 مليون بيقعدوا كل يوم يحطوا التشكيل ويقولوا طريقه اللعب. ما يقدروش لسبب، لان هم ما عندهمش اللعيبه حالتهم شكلها ايه. يعني امبارح رامي ربيع خرج، هل حد كان عارف انه خرج ليه؟ فاكرين في الاول انا غيره كده؟ لا، عنده احتمال يجي له شده فنطلعه بره. مش عايز ان هو الاصابه تتفاقم. ايوه، ان هو يستفز ولا كده ولا بتاع. القصه دي المدرب لازم يكون، او انا عايش مع المدرب، ما انا بصفتي كمدرب. كل الناس مدربين. طب مش هقول كمدير فني يعني، او من الناحيه الفنيه، كجمهور انا قبل الماتش بقول النهارده الاهلي هيلعب الماتش ده، انا اتمنى ان التشكيل يكون بكذا وطريقه اللعب كذا. ما انت التمني شيء، التمني احنا بنتمنى. لا، ما احنا هنتمنى. بس انا عايز طيب كلامنا يكون علم، الكلام العلمي موضوعي. ان انا عندي اللعيبه دي. طيب. هي اللعيبه دي اللي تكون جاهزه، ومعروف ان هم امكانياتهم ايه. ويبقى دولت اللي انا اخترتهم، وبعد كده هختار منهم. لان هو بيختار كام؟ اول ما بيختار بيختار له مثلا 24، ثم يختار كام؟ 18، ثم يختار كام؟ 11، ويتبقى عنده البدلاء، واثنين هيطلعهم بره اللي هم من فوق ال 20. كل دي، وبعدين من ال 11 واجباتهم ايه؟ هو بيشوف. تقول لي طيب هو بيختار الطريقه الاول ولا بيختار اللعيبه الاول؟ يعني هل هو هيختار الطريقه وبعدين وخطه اللعب، ثم يختار اللعيبه اللي هتنفذ له الكلام ده؟ هيختار اللعيبه اللي جاهزه ويبني عليها طريقه اللعب. لا، هو هيختار اجهز لعيبه عنده ويبني عليهم طريقه، ويبني عليهم. اما لو كان هناك لاعب او اثنين ومانيش عارف، انا حلب خلاص اتفقت على الطريقه دي، بس اللاعب ده مش هيقدر ينفذ. خلاص، اللي هينفذ لي هو ده اللي هلعبه. ممكن يكون يعني ان هو توقع ان ممكن اللاعب ده هو اللي ممكن يؤدي له، هو اللي ممكن في النهايه ينفذ له فكره. بمناسبه الذكريات، انت دلوقتي ذكرت اسماء يعني رؤساء النادي الاهلي اللي تتالوا على تولي المسؤوليه، كابتن عبد الصالح الوحش وكابتن صالح سليم والفريق مرتجي. بس انا عايز اقف مع الفريق مرتجي، لان عارف ان في واقعه شهيره جدا، هو موقف يعني انت ما تنساهوش للفريق مرتجي. ف
فيا ريت يعني تشاركوا معانا ومع المشاهدي السادسه. بس احنا بنتكلم كنا بنتكلم في حاجات حاميه قوي والماتشات والناس داخله. لا ده وعد كان مشهور جدا واعتقد كانت وراه واقعه هي الوحيده في تاريخ النادي الاهلي كله. يعني الحقيقه كانت الفريق عبد المحسن كان مرتجي كان اب، ما كانش رئيس، ما كانش رئيس النادي الاهلي، كان اب لكل من ينتمي للنادي الاهلي. دي حاجه ما يعرفهاش الجمهور، يعرفها الناس اللي عاشت او تعاملت مع رؤساء النادي كلهم الحقيقه بدون استثناء، في مواقف كتير جدا وصور بنشعر انه رئيس النادي هو اب لكل ابناء النادي الاهلي. شوف ما فيش عمل خير، ما فيش نقول ايه جوازه تمت في للاعب او مدرب او كده الا من خلال الفريق مرتجي باسمه. يعني لو واحد عايز يروح بيجاز وتقدم واهل الزوجه مش عايزين، لان زمان ما فيش فلوس. كان انت يا دوبك مرتبك وظيفتك اللي بره. ازاي يقنع؟ والحاج احسان حرم الله يرحمه برضه من الناس المحترمين، وكانت بيقول لها لا روحي اعملي كذا، كانت تساعد معاه في النادي الاهلي لاعمال خير. انا جيت في يوم مش عارف خطبت، فبقول له يا استاذ فريق انا عايزك يعني. قال لي ايه؟ اصل قال لي ما تتكلم انت كلام، انا بتكلم بالظبطك انه هو قدامي. فبقول له يعني تحجز لي في اوتيل كذا، في اوتيل معين كان هو اللي وكده تعزمني عشان في الفرح. قال لي هقول لك حاجه. قلت له ايه؟ قال لي لو كسبتوا الدوري بدون هزيمه هعملك فرح النادي الاهلي. قلت له استاذ فريق انا اقول فاكره يعني بالتاريخ ما فيش حاجه النادي الاهلي عمر ما فيش افراح ولا خطوبات ولا كلام كده. قال لا انا بقول لك كده، كان زمان فرقه النادي الاهلي مش بيراهنوا هيكسب ولا لا، مين اللي هيجيب الجول الاول. المكسب ده معروف، امر مفروغ منه. يعني الاهلي هيكسب بس مين اللي هيجيب الجول الاول يوم يتراهنوا، وبعدين مين اللي هيسجل الجول الثاني يوم يتراهنوا، الكلام ده. فالمهم لعبنا في السنه دي وكسبنا كل الماتشات وباقي 5 مباريات زي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. هو باقي 7 مباريات، 7 ماتشات. يعني لو خدنا ماتش هيبقى 6. المهم بعد الماتش بعد ما كسبنا رحت له بقى فاضل 5 ماتشات، قلت له يا استاذ الفريق انا وفيت بوعد اهو. قال لي ايه؟ قلت له كسبنا الدوري بدون هزيمه. قال لي لا بقيه الماتشات. قلت له بقيه الماتشات ما خلاص الدوري خلص، الدوري خلص. قال لي لا لازم بقيه الماتشات. فكان هيدوكوتي، كنت انا مع هيدوكوتي، قال لي بقى احنا عاوزين نريح الخطيب ونريح. قلت له لا ما يريحوش. قلت له ليه؟ قال لي عشان هنلعب بقى بطوله وداخلين على بطوله افريقيا وجوز في الشارع. ايه يا خواجه؟ قال لي ايه؟ قلت له الوضع كذا كذا كذا. المهم كملنا. اخر ماتش كان مصري بورسعيد في بورسعيد، واول 5 دقايق دخل فينا جول. قعدنا لغايه اخر دقيقه الكره مش عايزه تخش. تيجي هنا تيجي هنا تيجي هنا. والجوازه لغايه ضربه ركنيه مصطفى عبده ضربت في رجل التفاني بيطلعها دخل الجول 1-1. خلاص الحمد لله وخلص السيزون بدون هزيمه. عملناه بدون هزيمه وعملناه في حديقه راتب اللي هو المسجد. عند المسجد مدخل المعلمين. ودي كان اول واخر فرح يتعمل في النادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا كابتن فتحي نصير. انت دول رقمين قياسيين بره الرياضه طبعا اتحققوا، اول اصغر مدرب في تاريخ الكره المصريه، واول واخر فرح يتعمل داخل جدران النادي الاهلي. وبرضو نقدر نضيف حاجة إن المصري الوحيد اللي أدار أو قاد 10 بطولات أفريقية. طبعاً. لا أنا قلت بره الرياضة، أنا عارف جوه الرياضة كجنرال كودر منسق عام بطولات أمم أفريقيا 10 بطولات، ما فيش مصري وما فيش أفريقي جمع 10 بطولات في هذه البطولات. شرفتنا ونورتنا، بس اسمح لي إحنا معانا دقيقة، يهمني جداً في وجود حضرتك معانا وانت صاحب رصيد طويل مش بس في التعامل مع ورعايه واكتشاف النجوم والمواهب، لكن كمان مع الفرق والمنتخبات الوطنيه. وبالمناسبه عايز اقول لحضراتكم كابتن فتحي كان مع منتخبنا اللي بيضم نجوم المنتخب الاول حاليا ونجوم مصر المحترفين في الخارج في كاس العالم في كولومبيا 2011 كاس العالم. صلاح مع حجازي مع صالح جمعه مع النني مع الجيل اللي هو النهارده القوام الاساسي لمحمد ابراهيم بتهيألي كان معاكم برضه. محمد ابراهيم وشناوي وعواد ايه الكلمه اللي تحب توجهها للنادي الاهلي
ولاعيبه النادي الاهلي وتقول لهم ايه يعني ممكن يكون رساله قبل السيزون اللي بعتقد انه في غايه الاهميه بالنسبه لك؟ اول حاجه النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي بطولات ونادي انجازات. يا ريت لو كل واحد فينا حس بقيمه النادي الاهلي، والقيمه دي بستمدها من جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي في كل مكان، في كل بلد، في كل قريه، في كل نبع، في كل مع جميع المستويات، من اعظم واحد الدكاتره العظماء الوزراء الفلاحين اي حد. يا ريت على حد هذا الجمهور انتمائك وحبك للنادي ده هو اللي هيخليك تزيد اكتر وتقوى اكتر. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها بمناسبه صالح جمعه، يا صالح طبعا انت كنت معانا في كاس العالم 2011، وانت يا صالح لعيب كويس، نموذج كويس، بس يا ريت تعرف ان العمر اللاعب في الملعب 10 15 سنه، ثم ما بعد كده عيش حياتك زي ما انت عايزها، اختارها، لكن ال 15 سنه اللي هتعيشهم او ال 10 سنين دولت عيشهم لجمهور النادي الاهلي والحب النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. لو عشت هذه العيشه انت هتاخد من الكوره، وثم بعد ما هتخلص كوره عندك الحياه عيشها زي ما انت عايز، يمين شمال. نتمنى الرساله تكون وصلت. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في السادسه كابتن فتحي نصير، ونتمنى دايما نشوفك على خير على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا، بشكر كل متابعي السادسه، ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله. بكره هتكون حلقه نهايه الاسبوع، تحياتي لحضراتكم. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي.